أتابع إذن مشاهدين الكرام انطلاقة وتواصل آخر في انطلاقات الصباح الشوط الثاني والعشرين، وانطلاقة خاصة بأشواط الانتاج والمنتجين، وشوط يحمل في طياته مشاهدين الكرام القعادين الحقايق، حيث ينطلق هذا الشوط معلنا عن فايز جديد وناموس آخر في انطلاقات هذا الصباح. الكل هنا من خلال التواجد والمنافسات إن شاء الله موفقا في تحقيق انتصار وتقدم ملحوظ وملموس ومحسوس. نسير إلى البداية وإلى المراكز الأولية، حيث يتقدم في هذه اللحظات مولع لسهيل، تعود ملكية مولع لسهيل بن مخيت بن نوبي العامري، أو هذا اللي وصل الآن معزم حمد بن غدير بن حميد اليديلي صاحب نقطة في انطلاقاته هذا الصباح. المركز الثاني حيث هناك يتواجد كذلك في هذه المنافسة وفي هذا الانطلاق المركز الثاني، وصلنا الآن الظبي عبيد بن علي بن عبيد بن رشيد يحتل المركز الثاني، ولكن يتسلل في هذه اللحظات المركز الثاني العابر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، والمركز الثالث راهي سعيد بن نابت بن خيلة العامري. ننتقل إلى المركز الرابع، تواجد الآن معاتم محمد بن سهيل بن راشد الحميري في المركز الرابع. المركز الخامس وصل شعار بن خاتم يقدم لنا الواشة سلطان بن خاتم بن محمد الشامسي، والمركز السادس هذه لحظات وصول مليحة سلطان بن سيب بن معضد المشغوني. المركز السابع، المركز السابع يتقدم مشاهدين الكرام المختبر لخالد بن حمد بن راشد النعيمي، والمركز الثامن المركز الثامن شاهين هنا الحمدان بن احمد بن منانة بالمركز الثامن، وتاسع المراكز مولع سهيل بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري، بينما المركز العاشر وصل سراج حمد بن محمد بن قطامي العامري. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، للمراكز الحاضرة، للمراكز المتنافسة حتى هذه اللحظات، والكل يريد الفوز والناموس والانتصار، الكل يريد أن يتقدم حيث البداية حيث المراكز الأولية، ولكن السيطرة عندك اليديلي هنا معزم معزم حمد بن غدير بن عبيد اليديلي يأتي في مقدمة الشوطة حمد بن غدير بن عبيد اليديلي، ولكن تسلل بن نابت تسلل راهي سعيد بن نابت بن خيلة العامري إلى مقدمة الشوط أهالي الهير. أما المركز الثاني بالحلوس قادم مع العابر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري مشاهدين الكرام يحضر للمركز الثاني، بينما ليديلي في المركز الثالث والمركز الرابع. القادم وين؟ القادم أحلى مولع سهيل بن بخيت بن نوبي العامري. المركز الرابع عندك يا بن رشيد، هذا هو الظبي عبيد بن علي بن رشيد الاكتبي يحتل المركز الرابع، والمركز الخامس خالد بن حمد بن راشد النعيمي. سادس المراكز هناك شعار الويهي قادم مشاهدين الأعزاء، ولكن أعود إلى البداية، أعود إلى الصراع، الصراع مشاهدين الكرام من أجل البقاء على الناموس، من أجل البقاء والارتقاء بناموس وتحدي. ولكن بن خيلة بن خيلة في المركز الأول راهي راهي راهي، يتقدم سعيد بن نابت بن خيلة العامري، لا زال يفرض نفسه وشخصيته على المركز الأول على ناموس الشوط. بالحلوس في المركز الثاني هنا يتقدم مع العابر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، والظبي في المركز الثالث الظبي عبيد بن علي بن عبيد بن رشيد الاكتبي في المركز الثالث. اللحظات الأخيرة بن نابت وهناك بن حلوس وكذلك بن رشيد، اللحظة الأخيرة راهي راهي العابر والظبي، العابر والظبي وراهي، ولكن الله راهي 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 يهدي الفوز والناموس إلى أهالي الهير، إلى أهالي الهير مشاهدينا الكرام على الفوز والانتصار. أسعد الله صباحكم يا أهل الهيار، هذا هو أمامكم، هذا هو راهي سعيد بن نابت بن خيل العامري تاني والناموس. المركز الثاني العابر عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري، المركز الثالث الظبي عبيد بن علي بن عبيد بن رشيد، المركز الرابع اليديلي يقدم لنا معزم حمد بن غدير بن عبيد اليديلي، والمركز الخامس هنا مشاهدينا الكرام يأتي شعار صعب المضمرين حيث يقدم الشامي محمد بن سلطان بن مرخان. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام، عودة إلى التوقيت الزمني، عودة إلى لحظات الوصول، حيث مشاهدينا الكرام توقيته الزمني راهي أمامكم على شاشة التلفزيون 4 دقائق 33 ثانية، 4 أجزاء من الثانية
ثانيا وناموس وناموس لسعيد بن نابت بن خيل العامري حيث حقق الانتصار في مستوى هذا الشوط واهدى الفوز وناموس الى اهالي الهير. المركز الثاني 4:34 جوزين من الثاني ثاني والناموس لعبيد بن حلوس بن ذيبان العامري على فوز العابر بالمركز الثاني. الظبي قدم عرض ممتاز 4:34 ثلاثة اجزاء من الثانية ثانينا والناموس لمالك الظبي عبيد بن علي بن عبيد بن رشيد الكتبي ثانينا والناموس على الفوز والانتصار وتحقيق المراكز الأولية.